سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي، مع كلمة الدكتور زياد الحافظ. الدكتور زياد، يا الله يا دكتور زياد، فتحنا. تفضل يا دكتور زياد. سلام القدس عليكم أفقيا. وسلام القدس لك وعليك. عموديا يعني ربما الوقت الحاضر من لائقة. المهم أنا يعني مداخلتي اليوم كانت هتكون الموقف الاستشرافي ماذا بعد، حسب العنوان اللي صحيح. للحلقة. الأستاذ ناصر أجاب على بعض الأسئلة التي أنا كنت في ذهني التي تتعلق بالفترة الزمنية المطلوبة لقيادة المقاومة لترميم أوضاعها. أجاب أنه هي قضية أيام، ربما أسبوع أو أسبوعين في الكثير، وهذا شيء مطمئن. لأننا نلاحظ وهو أشار إليها أنه حتى يوم عرف تم اغتيال سيد حسن استمرت عمليات المقاومة وزادت وتيرتها في المواجهة الصاروخية مع الكيان. إذن البنية العسكرية سليمة. المهم كيف سيكون العقل السياسي في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد من المبكر أن نتكهن كيف سيكون، ولكن قراءتنا للمشهد يعني مبنية على السابق ومبنية على المعطى الجديد تؤكد، وأنا بتفق مع النتائج اللي توصل إليها أستاذ ناصر، أنه الأمريكي مسلم بهزيمة الكيان. ولكن أنا بالنسبة مش أنه مختلف، ولكن أنا تقديري الموضوع أعمق من ذلك. مش بس تسليم هزيمة الكيان وإعادة ترتيب شرق الأوسط مع كيانه الصغير ومقاومة أضعف. أنا تقديري مختلف عن هذا الموضوع. أنا تقديري أنه الولايات المتحدة مقتنعة أن المنطقة ستتغير، ليس فقط بسبب الموضوع المقاومة وهزيمة الكيان، ولكن أيضا هناك تغييرات على الصعيد الدولي ليست بالبسيطة. يعني نحن عم ننسى مسار الصراع في أوكرانيا. يعني إذا سقطت الحلف الأطلسي في أوكرانيا، ما هي إمكانية الولايات المتحدة للمساهمة في إعادة ترسيم شرق الأوسط على ضوء هزائم متكررة في آسيا والآن في أوروبا، وهزيمة الذراع الأساسي للولايات المتحدة اللي يشكلها الكيان؟ إذا أنا في تقديري أنه هيصير في إعادة ترسيم للمشهد، ولكن ليس بالتصور الذي يعني تتوخاه الولايات المتحدة. هذا حديث آخر ممكن في حلقات مقبلة نفصل فيه، ولكن أنا عندي قناعة بغض النظر من سيكون في البيت الأبيض السنة القادمة، كان ترامب أو كان هاريس. الدولة العميقة في الولايات المتحدة بدأت مراجعة جدوى العلاقة مع الكيان. هذا طبعا ليس موجودا في الخطاب السياسي لكافة الأطراف، وهذا صحيح، ولكن هؤلاء لا يمثلون إلا حالة معينة، ولكن الدولة العميقة في مكان آخر. هذا كمان أيضا سنتكلم عنه في مرحلة لاحقة، لأن الظرف الحالي ربما مزاج ليس يعني على استعداد أن يتقبل هذا الموضوع. أنا في قناعتي أنه صحيح يعني وجهت ضربة كبيرة لنا، وأنا أعتقد يعني الحزن مشروع ولكن الإحباط ممنوع. يعني ولا يجب أن نكون أولا تحت وطأة الغضب، وإذا كان هنالك من غضب فهذا يجب أن يكون غضب البارد الجليدي، التخطيط البارد وليس ردات الفعل. ما سمعته قبل أن تبدأ الحلقة يعني أتفهمه، ولكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب القراءة الهادئة لموازين القوى وكيف إمكانية يعني تحسين زمام المبادرة التي
انتزعناه، انتزعته المقاومة عبر كل هذه السنوات، وخاصة في المرحلة الأخيرة من طوفان الأقصى، رغم الضرب التي وجهت إلينا. هذا هو المطلوب، وليست ردود فعل لفشة الخلق، لأنه لا تفيد لا تغني عن جوع ولا تسمن. يعني واضح أنه نحن لا نواجه الكيان، واضح نحن نواجه جبروت الولايات المتحدة التي هي في المرحلة الأخيرة والرمق الأخير للحفاظ على قوتها ووجودها وهيمنتها، ليس في المنطقة ولكن في العالم. يعني الهزيمة التي منيت بها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لا تستطيع أن تتحمله أيضا بشكل مباشر في غرب آسيا، لذلك دخلت على الخط. وأنا أتفق كليا مع يعني استنتاج أستاذ ناصر، أنه قرار شط رأس المقاومة هو قرار أمريكي قبل أن يكون قرار إسرائيلي، وإلا لكنا أقدم على ذلك منذ فترة طويلة. ليش؟ لأن اليوم الولايات المتحدة على يقين أن الهزيمة قادمة للكيان، ولا يجب أن يكون هنالك العقل الذي يستطيع أن يستوعب هذه الهزيمة ويطور ويجعلها أداة تغييري للشرق الأوسط، لغرب آسيا، وللإقليم، ولكل المنطقة العربية بطريقة مخالفة لمصالح الكيان، أي مصالح الولايات المتحدة. إذا هذا هو الموضوع، كيف نتعامل معه؟ أنا تقديري المعركة مستمرة ولن تتغير، وأنا بعدني على يقين أنه النصر ليس بالبعيد كما يتصورون، ولم تتأخر، لأنه هذا محور صحيح. المقاومة رأسها وتفكير المخطط لها كان في لبنان السيد حسن، ولكن ليس بمفرده. اليوم المقاومة لم تعد ملكا لنفسها، أصبحت ملكا للمنطقة، لهذه الأمة. وأنا في قناعتي أنه النوعيات المتواجدة في الحزب قد ربما لا تكون بنفس المستوى الذي كان به السيد، ولكن الوقت سيفرض والظروف ستفرض الارتقاء إلى هذا الموضوع، إلى هذا المستوى العالي. وأنا على يقين أن من سيخلف السيد حسن سيكون ربما أكثر التزاما وأكثر تجذرا وأكثر صلابة، وأيضا أكثر انفتاحا استراتيجيا ووحدويا في مقاربته. الظرف يعني هيك، أنا أتذكر عندما كنت طفلا كيف كانت التقييمات لجمال عبد الناصر في الخمسينات، لكن الظروف جعلته هذا القائد الزعيم الخالد الذكر. يعني عبد الناصر استطاع أن يتجاوب مع الظروف وأصبح في مكانة مختلفة عما كانت عليه عندما أقدم وأقام الثورة. وأنا على يقين أن من سيخلف السيد هو في نفس سيمر في نفس يعني الطريق إذا جاز الكلام. الظروف ستجعله وإن كانت اليوم تقييما له قد لا تكون في نفس المكان للسيد، الظروف ستجعله الزعيم الثاني لهذه المقاومة. صحيح، أكتفي بذلك، وسلام القدس عليكم جميعا. وسلام القدس لك وعليك. يعني اختصرت بس قلت الكثير يا دكتور زياد، عافاك الله وحماك. شكرا شكرا.